شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. صدق الله العلي العظيم. كلامنا في هذا اليوم يدور بإذن الله تعالى حول مناشئ الدعاء، الدعاء في حياتنا نحن البشر ظاهرة لها مناشئ ولها مبادئ. بقدر اختلاف درجة هذه المبادئ تختلف درجات هذه الظاهرة. هذه الظاهرة وهي ظاهرة الدعاء تختلف من فرد لآخر، وحتى في الفرد الواحد نجد أنه يختلف في أوقات معينة، في حالات معينة بالنسبة إلى هذه الظاهرة. هذا الاختلاف بين الأفراد، وهذا الاختلاف بين حالات الفرد الواحد، يعود إلى الاختلاف في هذه المناشئ. إحدى هذه المناشئ ولعلها المنشأ الغالب في حياتنا نحن البشر الإحساس بمعادلة ذات طرفين. الطرف الأول الضعف والاحتياج، والطرف الثاني القوة والاستغناء. كلما تعمق الشعور بأطراف هذه المعادلة،
كلما زاد الإنسان في توجهه إلى الله سبحانه وتعالى وفي دعائه، أولاً الإحساس بالفقر والحاجة. الله تعالى يعبر عن هذا الطرف بقوله: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. الإنسان فقير، الإنسان محتاج إلى الله سبحانه وتعالى، المؤمن والكافر والصغير والكبير والرجل والمرأة. ولكن درجة الإحساس بهذا الاحتياج هذا يختلف من فرد إلى فرد آخر، يختلف من حالة إلى حالة أخرى. الواقع مشترك، الاحتياج مشترك، ولكن كم يشعر الإنسان بهذا الاحتياج، وكم يشعر الإنسان بهذا الفقر؟ هذا هو الذي يجعل الإنسان يختلف في حالاته مع الله وفي توجهه إلى الله وفي دعائه لله سبحانه وتعالى. الشباب عادة عندهم حالة من الغرور لأنه في مقتبل العمر، لأنه يملك القوة، لأنه يملك القدرة. هذه الحالة تصيبه بالغرور والكبرياء والإحساس بالاستغناء، ولذلك تجدون أن كثير من الشباب، لا أقول جميع الشباب، لا، كثير من الشباب توجههم إلى الله سبحانه وتعالى قليل. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يشعر بالاستغناء، كل شيء متوفر، لا يوجد هنالك ناقص، لا توجد هنالك حاجة. هذا يعطيه نوع من الغرور والكبرياء. توجهه إلى الله سبحانه وتعالى يكون قليل، ولكن كلما تقدم الإنسان في العمر، كلما كبر، كلما أحس بالفقر أكثر، بالاحتياج، شعر بوجود منافذ متعددة للشر إلى حياته. لأنه واحد في بداية شبابه، فرد واحد، ما يتحمل إلا مسؤولية نفسه، مداه محدود، احتياجاته محدودة، فما يشعر بمنافذ الشر إلى حياته، أو هذه المنافذ منافذ قليلة. ولكن كلما تقدم في العمر، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، الشيخوخة نعمة من الله حقيقة، حتى الإنسان يعود إلى الله، يذكر الله سبحانه وتعالى، كلما تقدم منافذ الشر إلى حياته تتعدى. الشر يأتيه من جانبه، من جانب جسده، من جانب زوجته، من جانب أولاده، من جانب أحفاده، من جانب تجارته، من جانب أصدقائه. الإنسان كلما كثرت علاقاته وتوسعت ونمت منافذ الشر بقدر هذه العلاقات،
تكثر في حياة الإنسان، يوم هو يتمرض، يوم ابنه يتمرض، يوم زوجته تصاب بحادث، يوم صديقه يخونه والعياذ بالله في أمواله. منافذ الشر تكثر، والإنسان يشعر أنه أصبح ضعيفاً إذا يوم من الأيام ما كان عند هذا الشعور، ما كان عند هذا الإحساس، ولكن على أثر هذا التوسع وهذا الترامي في العلاقات الإنسان يشعر بضعفه يوماً بعد يوم. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يكتب إلى ولده هذه الجملة، هذه الجملة لعلها تعليم لنا، يكتب: من الوالد الفان المقر للزمان. الإنسان يوصل إلى مرحلة اللي يشعر بأنه لا يقدر على شيء، ما يجي منه شيء، يشعر أنه ضعيف، يشعر أنه عاجز، يقر للزمان. إذا في يوم من الأيام كنت أتصور أنه أنا أقدر، لا، أنا الآن أقر، أنا الآن أعترف. الشعور بالفقر، الشعور بالحاجة، الشعور بالضعف، الإنسان يصل إلى مرحلة اللي يدرك، مو اعتقاد. الاعتقاد هو موجود عندنا جميعا، هذه ليست قضية اعتقادية فقط، قضية وجدانية. يوجد هنالك فرق بين القضية الاعتقادية النظرية الفكرية والقضية الوجدانية، يعني تلمسه بوجدانك، مو فقط شيء فكري شيء نظري. مرة واحد يعرف معنى العطش، العطش يعني واحد إذا ما شرب الماء مدة هذا يصير عطشان، هاي معرفة. لكن مرة واحد في الطريق بين مكة ومدينة يشعر بالعطش، شعور، هذا شعور وجداني، هاي غير النظرية غير الفكر. احنا كلنا معتقدين بمدلول هذه الآية، ولكن الإنسان يصل إلى مرحلة اللي يلمس بوجدان هذا المفهوم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، أنا كل شيء ما أتمكن، وأي شيء فعلت بقوة الله وبقدرة الله وبمدد الله. الإنسان يشعر، هذا التأكيد أكو عليه في القرآن الكريم وفي الروايات وفي الأدعية: أني أصبحت لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، لا أجلب لنفسي نفعا ولا أدفع عنها ضرا إلا بمعونة الله، إلا بمشيئة الله. هذا الطرف الأول، الإحساس بالفقر، بالحاجة، بالضعف. لكن يوجد هنالك طرف ثاني لهذه المعادلة. عند هذه النقطة الأولى، الإحساس بالضعف، بالحاجة، بالفقر، في هذه النقطة يشترك المؤمن والكافر. المؤمن يشعر بالفقر والاحتياج والضعف، الكافر أيضا يشعر بالفقر والاحتياج والضعف. الله تعالى يقول في آية: إن تكونوا تألمون
فإنهم يعلمون كما تعلمون. إذا المؤمن يتمرض الكافر ما يتمرض، ليش؟ المؤمن يتمرض الكافر أيضا يتمرض. المؤمن يبتلى في أهله في أولاده، الكافر أيضا يبتلى في أهله في أولاده. إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون. هذه النقطة مشتركة بين المؤمن والكافر، ولكن الفرق في النقطة الثانية، الطرف الثاني من المعادلة، وهو الذي تشير إليه الآية: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. هذا الطرف الثاني. المؤمن عندما يشعر بالضعف وبالحاجة له ملجأ، الكافر عندما يشعر بالضعف والحاجة ما هو الملجأ الذي يلجأ إليه؟ المؤمن إذا تمرض عنده ملجأ قادر غني، الكافر إذا تمرض، إذا استحكم به المرض، إذا تورط في مشكلة، إذا ابتلي ببلية، ما هو الملجأ الذي يلجأ إليه؟ ما عنده ملجأ. الكافر لا ملجأ له، وإذا عنده ملجأ، ملجأ ضعيف عاجز، إلى من يلجأ في مشاكله؟ لذلك الآن تشوفون في البلاد الغربية الانتحار جدا شيء متداول، جدا متداول. ليش؟ الانتحار تعبير عن أن الإنسان فقد أمله، بعد ما عنده أمل، ما عنده ملجأ. حتى الكبار، أحد الأطباء الكبار في هذا البلد كان له أستاذ كبير في إحدى البلاد الغربية، أستاذ لعله كان وحيد في العالم أو من القلائل في ذلك الفن وفي ذلك العلم. في يوم من الأيام وجد، فقد هذا الرجل، فقد، بحثوا عنه وجدوه وقد شنق نفسه في الغابة، شانق نفسه، معلق نفسه بشجرة ومات، انتحر. هذا الانتحار هل تجدونه في رواد المساجد، في الذين يقرؤون دعاءكم، في الذين يذهبون للإمام الرضا والإمام الحسين والسيدة زينب صلوات الله وسلامه عليهم؟ المؤمن عند ملجأ، قلبه قوي بهذا الملجأ. كلما اعتقاد الإنسان بالله سبحانه وتعالى صار أكثر قوة في هذه الدنيا، صير أكثر. وإذا يوم من الأيام إحنا شعرنا بالضعف، نوع من الضعف، نوع من الانهيار في مواجهة مشكلات الحياة، هذا في الواقع يعبر عن نوع من ضعف الإيمان. الشعور بمقدار من الضعف هذا يعبر عن مقدار من ضعف الإيمان. كلما الإنسان إيمانه بالله يصير أكثر، اعتقاده بالله، اعتقاده برحمة الله، اعتقاده بقدرة الله يصير أكثر، قوة تصير أكثر، شجاعته تصير أكثر، ثباته يكون أكثر. نقل لأحد الإخوة أنه في إحدى البلاد
الغربية المعروفة كان هنالك جسر. يقول أنا ذهبت إلى ذاك البلد، جسر كان فوق شارع من الشوارع، فرأيت هذا الجسر. بعد فترة مريت على ذلك البلد فرأيت ذلك الجسر مغطى تغطية مسقفيه، فسألت لماذا سقفوا هذا الجسر؟ قال أنه كثير من الناس كانوا يأتون فوق هذا الجسر وتحت شارع، وسيارات تمر تحت هذا الشارع فيلقون بأنفسهم من هذا الجسر في الشارع والسيارات تسحقهم، انتحار. فلم يجدوا حل ذلك المسؤولين، لم يجدوا حل ذلك إلا أن يضعوا سقف لهذا الجسر حتى واحد لا يتمكن ينتحر. هذا الشيء أكو في بلادنا، أكو في المتدينين. إحنا يوم من الأيام فكرنا في الانتحار؟ لا، المتدين لا يفكر، لأنه يشعر إلى ملجأ قوي، ملجأ ركين، أو آوي إلى ركن شديد، عند ركن شديد. أما الكافر حتى إذا عند ركن، أو حتى المؤمن حتى إذا يأمل في واحد، كم يأمل فيه؟ كم يقدر ذلك الطرف على العطاء؟ إلى متى يريد العطاء؟ إلى أي مقدار مستعد؟ الإنسان قدرته محدودة، إرادته محدودة، عطاء محدود، ولكن الغني المطلق الله سبحانه وتعالى هو الذي لا حد لقدرته ولا حد للطفه ولا حد لعطائه. هذه القضية لا بأس أن ننقلها للفرق بين الركن المادي الذي تلجأ إليه وهذا الركن الشديد، أو آوي إلى ركن شديد. في يوم من الأيام يوسف الصديق صلوات الله وسلامه عليه كان جالس على عرش الحكم بعد أن أصبح حاكما، وبعد أن انتهت تلك الصفحات حقيقة عجيب في دعاء عرفة، مضامين جدا لطيفة، الفات إلى رحمة الله، إلى قدرة الله. نقرأ في دعاء عرفة: يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا. دعاء الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه: يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا، يا مقيض الركب ليوسف في البلد القفر، ومخرجه من الجب، وجاعله بعد العبودية ملكا، يا راده على يعقوب بعد أن ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. في هذه الأدعية تأكيد على هذه النقاط وعلى هذه المطالب. في يوم من الأيام بعد أن طويت تلك الصفحات كان جالس على أريكة الحوك، وصار الحاكم المطلق في تلك البلاد، وكان عنده جبرائيل
عنده واقف أو جالس، عنده على كل حال. وإذا به يرى فد شاب تبدو عليه ملامح الفقر، ثيابه ثياب بالية، يمر من أمام القصر. قال جبرائيل ليوسف: هل تعرف هذا الشاب؟ هذا الشاب من هو؟ فقال: لا ما أعرف. قال: هذا الشاب هو ذلك الطفل الذي شهد لك بالبرائح. يوسف صلوات الله وسلامه عليه كرامته كانت مهددة. يمكن واحد يسجن مو مهم، يخسر أمواله مو مهم، ولكن كرامة الإنسان إذا تهدد، هذا جدا شيء صعب على ذوي النفوس الشريفة الكريمة. يعني واحد والعياذ بالله ظلما اتهم بأنه سارق ونشروا عنه بالجرائد وألقوه بالسجن، هذه الطعنة في كرامة الإنسان من أشد ما يواجه بها الإنسان. يوسف صلوات الله وسلامه عليه في ذاك الوقت كان مهدد في كرامته، كان متهم. قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. في ذلك الموقف وإذا بطفل في المهد، الله سبحانه وتعالى ينطقه ويشهد ليوسف بالبراء، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. هذا هو نفس ذاك الطفل اللي شهد لك بالبراءة. فقال يوسف صلوات الله عليه: إذن هذا الشاب له حق عظيم علينا، لأنه أنقذ كرامته، دفع عنه التهمة. اطلبوه فطلبوه. فأمر بتبديل ثيابه. هذا الركن الإنساني حتى إذا كان نبي من الأنبياء، بالنتيجة عطاء في حد، أمر بأن يكرم، أن تبدل ملابسه، أن يجرى له راتب في كل شهر، ولعله أشياء أخرى فعلها يوسف صلوات الله عليه بالنسبة إلى هذا الشاب. هذا أقصى ما يستطيع أن يفعله الركن البشري، الشخص اللي ترتكن عليه، أخوك، صديقك، زميلك، أبوك، أمك، أبنائك. عطاء محدود، قدرة محدودة، حتى إذا يريد، إذا ما يريد خذاك بحث آخر، حتى إذا يريد عطاء محدود ما يقدر. فتبسم جبرائيل صلوات الله وسلامه عليه، قال له يوسف: لماذا تبسمت؟ قال مضمون كلامه: أنا أقارن بين عطاء المخلوق وعطاء الخالق. الشخص الذي شهد لك بالبراءة هذا عطاؤك، هذا المقدار، لا يستحق أكثر من ذلك أو لا يمكن أكثر من ذلك. ولكن أين هذا العطاء من عطاء الله سبحانه وتعالى؟ من شهد لك بالبراءة
أنت أعطيته هذا العطاء في موقف واحد، الذي يشهد لله تعالى بالبراءة طول عمره. نحن نشهد لله سبحانه وتعالى بالنزاهة وبالقدس عندما نقول سبحان الله. شنو معنى سبحان الله؟ يعني تنزيه لله سبحانه وتعالى. إحنا في صلواتنا، في ركوعنا، في سجودنا، في قيامنا، نشهد لله سبحانه وتعالى بالنزاهة والبراءة. سبحان الله يعني أسبح الله تسبيحا وأنزهه تنزيها. هذا شنو جزاء عند الله؟ أنا أقارن بين عطاء المخلوق لمن شهد له بالنزاهة وعطاء الخالق لمن شهد له بالنزاهة. الإنسان المؤمن له هذا الركن، ولذلك عندما يشعر الإنسان بهذه الحقيقة توجهه إلى الله سبحانه وتعالى يكون أكثر فأكثر. كلما الإنسان زاد شعوره بحاجته وزاد شعوره بلطف الله وعطاء الله وقدرة الله، توجهه ودعاؤه يكون أكثر. إحنا نختم كلامنا بالإشارة إلى هذا الموضوع، وهذا الموضوع أن من الأشياء التي يجب علينا بالذات الشباب أن يلتفتوا إليها قضية دعاء الوالدين. دعاء الوالدين جدا مؤثر. الوالد والوالدة عندما يكبران يطعنان في العمر، توقعاتهم تصير كثيرة من الأبناء، النفس تضعف بعد، الأعصاب تضعف، الطاقة تنتهي، الإنسان المريض طبيعي يصير عجول، سيء الأخلاق، نزق، كثير التوقعات، كثير التأثر من شيء عادي يمكن يتأثر. يعني حتى إذا ابنه مثلا تقدم عليه في المشي يمكن هذا يتأثر منه، يشوف أن هذا الشاب اللي هو ثمرة جهوده، ثمرة أتعابه، الليالي التي سهر عليها، الأموال التي أنفقها، العناء اللي تحمل، حتى إذا ماكو شيء هذا الابن عندما يتمرض الأب يتأثر، يقلق، يشوف هذا ما يدير لبال، ما يعتني به. على كل حال الأعصاب تصبح ضعيفة، البدن ضعيف، التوقعات كثيرة، ربما كثير من التوقعات تكون في غير محلها. ولكن الأبناء يجب عليهم مهما أمكن أن يحاولوا إرضاء الوالدين. دعاء الوالد جدا مؤثر في حياة الأبناء، مؤثر في احتضار الأبناء، في حالة الاحتضار دعاء الأب مؤثر، في القبر دعاء الأب ودعاء الأم مؤثر، في هذه الحياة السعادة، في هذه الحياة دعاء الأب ودعاء الأم مؤثر، التوفيق في هذه الحياة توفيق. الآن في كل بلد لاحظوا أكو أفراد موفقين، واحد موفق أخوه من أبوه أمه ما عنده توفيق، تلاحظون هو موفق أخوه من أبوه وأمه مو موفق ما عنده توفيق. هذه التوفيقات من الأشياء المؤثرة فيها دعاء الوالدين.
لذلك واحد يجب عليه بقدر الإمكان أن يراعي أباه وأن يراعي أمه. هذه القضية كان ينقلها أحد علماء طهران، كان يقول: كان هنالك شاب في ليلة زواجه، ليلة الزواج، عندما دخل الغرفة، غرفته، أبو الشيخ الكبير كان يسكن معه في نفس البيت في غرفة ثانية، فعندما هو دخل غرفته سمع سعال والده، سعال كان يقح، فأخذ يفكر أنه ماذا أفعل، لكن بالنتيجة قرر أن يذهب لخدمة والده، فخرج من غرفته وذهب وأعد له دواء لوالده، وجاء إلى غرفة والده وأعطاه هذا الدواء، فشرب الوالد الدواء وهدأ سعاله ودعا لولده دعاء، دعا أن الله يوفقه في هذه الدنيا أدعية أخرى لعله. يقول هذا الشاب: منذ ذلك الدعاء اللي دعاه والدي، منذ تلك اللحظة أحسست بشعور عجيب، هذا الشعور ما كان عندي من قبل، هذا الإحساس ما كان عندي من قبل، الشعور بالرغبة في صلاة الليل، شعور وإحساس عجيب. يقول: منذ تلك الليلة، أحد العلماء كان يقول: من أراد الدنيا فعليه بصلاة الليل، ومن أراد الآخرة فعليه بصلاة الليل، ومن أراد الدنيا الآخرة فعليه بصلاة الليل. يقول: منذ تلك الليلة بدأت بصلاة الليل ولم أترك صلاة الليل إلى الآن بعد مرور 27 عام، ما تركت صلاة الليل على أثر دعاء الوالد. يعني يمكن دعاء واحد من الآب من الأم يكون سبب للتوفيق، للسعادة، لدفع المكاره عن الإنسان في دنياه وآخرته. ويمكن والعياذ بالله أن الإهمال، عدم التوجه، عدم الاعتناء يسبب دعاء من الأب أو من الأم على الإنسان فيكون سبباً لشقائه في هذه الدنيا وفي الآخرة. هذه القضية مذكورة أن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه كانت له أخت يقال لها أم سلمة، مو زوجة النبي صلى الله عليه وآله، لا، أخت الإمام الصادق، وكان لهذه الأم أم سلمة ابن اسمه إسماعيل. هذا تمرض في شهر رمضان واشتد به المرض واشتد به المرض واشتد به المرض حتى أوشك على الموت، فاجتمع بنو هاشم في تلك الليلة، اجتمعوا وأحاطوا بهذا الولد إسماعيل منتظرين موته حتى يجهزوه. هاي الأم أم سلمة جدا كانت مضطربة، جاءت إلى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أخته الإمام الصادق أخوها، فقالت له: ماذا أفعل؟ فقال الإمام صلوات الله عليه: اصعدي إلى السطح وصلي ركعتين
واقرأي هذا الدعاء، دعاء من سطريا، دعاء مختصر مذكور أظن في البحار مذكور، ثم اطلبي من الله سبحانه وتعالى حياة هذا الولد. صعدت فوق السطح وصلت ركعتين ودعت بهذا الدعاء، وإذا بهذا الشاب إسماعيل يشعر بقوة في بدنه في ليلة شهر رمضان، فيجلس من مكانه، وقد ارتفعت آثار المرض بالمرة. يقول الحاضرون من بني هاشم وأقربائه في تلك الليلة تسحروا شهر رمضان، وتسحرت معهم وكأنه لم يكن بي شيء. فالإنسان ينبغي له كما يراعي هذه القضية بشكل كلي يراعيها أيضا بالنسبة إلى والديه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي